بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره وتبع سنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى إن شاء الله تعالى أن نلتقي في هذه الدروس القصيرة والرسائل التي نريد بها إن شاء الله تعالى تبليغ ما استطعنا إلى ذلك سبيلا مجموعة من التوصيات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان المسلم وغير المسلم على حد سواء، وأن ننتبه إليها في مثل هذه المناسبات. أولا أهنئ نفسي وإياكم بحلول الشهر المبارك شهر شعبان، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يبلغنا رمضان ونحن نعم بصحة والسلامة والعافية. ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء وأن نستقبل رمضان في مساجدنا كما تعودنا ذلك، وأن نقرأ فيه القرآن وأن نتلوه، وأن تعمر المساجد بالذاكرين والمصلين والصائمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. الرسالة الأولى إن شاء الله تعالى وهي أن المسلم في خضم هذه الحالة التي يشهدها العالم بالكلية قد يعتريه شعور يسمى شعور الخوف، الخوف. وهذا الشعور ليس بالمنقصة ولا بالعيب إذا شعر به المسلم، فيمكن للمسلم أن يخاف، وديننا مبني على الاتقاء والتقوى، واتقوا النار واتقوا الله، يعني الإنسان يبتعد قدر الإمكان عما يمكن أن يسبب له أذى أو أن يسبب له مشكلات في حياته. ولكن ينبغي على الخوف إذا حل بالمسلم ألا يصيره إلى خلق ذميم يسمى بالجبن. فلا بأس أن نخاف، ولكن هناك البأس الكثير في أن نجبن. وأريد أن أو ما أرمي إليه من خيره من خلال هذا الطرح، وهو أن الخوف قد يولد فينا شعورا بالمسؤولية تجاه أنفسنا أولا، وتجاه عائلتنا وأبنائنا، وتجاه من نعيش معهم في الوسط مسلمين وغير مسلمين. أما الجبن فهو الذي يشعرنا بالأنانية، وأن الإنسان ليس مسؤولا إلا على نفسه وكفى، وبالتالي فإن الإنسان إذا أراد أن يتقي ما يضر به لا بأس، أو لي أو لا لا يت لا لا يت لا لا يتقاعس أن يؤذي الآخرين في سبيل أن يطبق هذه المسألة. هذه واحدة. والثانية الرسالة الأخرى وهي مسألة الحجر الصحي. هذا الحجر الصحي اللي هو الانقطاع والانزواء وعدم مخالطة الآخرين، علينا نحن معشر المسلمين ألا نجعله قطيعة اجتماعية، بحيث في سبيل أن نحجر على أنفسنا وعلى أهلنا وذوينا نصير المجتمع مجتمعا منقطعا بالكلية عن الآخرين، فلا نسأل عن الآخرين ولا على أحوالهم وعلى على ما يحتاجون وعلى ولا على ما يضرهم، وهم في هذا الوقت بالذات أشد ما يكون في حاجة إلينا وإلى مساعداتنا. إخواني احجروا على أنفسكم صحيا، انقطعوا عن مخالطة الآخرين يعني جسدا، ولكن لا تنقطعوا عنهم روحا ولا سؤالا ولا اطمئنانا عليهم. أنت تعرف أن أباك مثلا أو أمك أو أخاك أو أختك وعائلتك يعيش وحده، فمن يعول هذا الأخ الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت؟ أنت تقول أنا محجور علي
ولا أستطيع أن أخرج وأخاف أن أؤذي نفسي أو أؤذي الآخرين. ولكن هذا الأب الطاعن في السن، الأم المسكينة العجوز، من يعولها ومن يسأل عنها ومن يتفقدها ويتفقد أحوالها إذا لم تفعل أنت وأنا؟ إذن حجرنا على أنفسنا لا يعني أبدا قطيعة اجتماعية، لا يعني أبدا قطع رحم، لا يعني أبدا عدم السؤال على الآخرين. وكما تقدم أنهم في أشد الحاجة في هذا الزمان، في هذا الوقت بالذات، هم أشد حاجة عن للسؤال عليهم والإطمئنان عليهم. الرسالة الثالثة وهي رسالة أدخل بها إلى منطقة أخرى لا أخاطب بها عقولكم وإنما أخاطب بها أفئدتكم وقلوبكم، وهي إخواني أن الوضع وضع خشية ورهبة من الله عز وجل، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ما نلحظه في وسائل ووسائط الاتصال والمحادثات أن الناس اتخذوا هذا الوضع الراهن سخريا واستهزاء، فتجدهم يبعثون بالفيديوهات الساخرة ويضحكون ويتمسخرون إلى آخره، فتجد أن هؤلاء قلوبهم قست مثل ما ذكر الله عز وجل في القرآن، وما هو إلا ضرب من ضروب استهزاء واستدراج الشيطان، استدراء الشيطان بالإنسان، بحيث أن الإنسان جعل هذا الوباء العظيم، هذا الغضب الذي غضبه الله عز وجل على خلقه فابتلاهم بهذا الابتلاء. الله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهي آية من آيات الله، يريد الله عز وجل أن يخوف بها عباده، أن يردهم إليه، أن ينبههم أنهم أخطأوا وظلوا وزاغوا، وأن ينبههم بأن الأمر أمر جلل، غضب الله عز وجل فطردنا من مساجده. أتعلمون بأنه منذ 20 يوما لم يعتمر شخص واحد لم يطف ببيت الله عز وجل الحرام؟ ألا ترون أن في هذا سخط وغضب من الله عز وجل، أنه طرد لله عز وجل، الله عز طرد الله عز وجل عباده وطرد خلقه من أن يجيعوا إليه ثم بعد ذلك يتخذ بعض الناس هذا الأمر وهذا الوضع استهزاء وسخريا، فتجدهم يضحكون ويستهزئون ويرسلون بالفيديوهات الساخرة، ونسوا أن الأمر هو أو أن الوضع وضع رجوع وإنابة، وكما وصفه الوصف القرآني والتضرع لله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إذا كنت في سائر الأيام لا تعرف معنى قيام الليل، ولا تعرف معنى أن تبكي من خشية الله عز وجل، ولا تعرف معنى أن تتلو القرآن صباحا ومساء، فإن المناسبة والظرف يستدعي منك ومني ومن غيرنا أن نتضرع إلى الله عز وجل وأن نلجأ إليه وأن نعود إليه. والإنسان إذا كان أخطأ في حق إخوانه فليصحح الخطأ وليتحلل من ذنبه، إذا كان الإنسان قد أخذ مال غيره فليتحلل، إذا كان الإنسان قد أذنب في حق الله عز وجل فليرجع وليتحلل، فإن الفرصة قد لا تتأتى لغيرنا. يعني ممكن أنا أو إخواني وأخواتي ممكن نرى فينا هذا المرض، وممكن هذا المرض مازال ما بانش، فإذا تبين هذا المرض وأصيب الإنسان بهذا الفيروس فإنه سوف يهلك لا محالة إلا أن يشاء الله عز وجل ورفع عنه هذا الألم. متى تتوب ومتى تجد وقتا للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل؟ فإذا قلبك لم يخشع وقلبك لم يخضع وقلبك لم يبكي وقلبك لم يحن في مثل هذه المناسبات، فمتى يحن قلبك ومتى ترجع إلى الله ومتى تتذكر أنه لا بد لك من توبة ولا بد لك من رجوع؟ أنا أستعجب أن يرى الإنسان آية من آيات الله، آية عظيمة الله عز وجل يهلك بها خلقه الواحدة والآخر، يتساقط الناس كما يتساقط ذباب والجراد، ثم بعد ذلك تجد أناس يستهزئون ويضحكون ويلعبون ويمرحون وكأن لا شيء حدث في الدنيا. إخواني، الله عز وجل لا يريد منا قلوبا قاسية، يريد منا قلوبا لينة ترجع وتنيب وتتذكر إذا ادعت لحظة الذكرى. فالله الله عز وجل في دينكم، والله الله في
إخوانكم، والله الله في عباداتكم وفي صلواتكم وفي ذكركم وفي قرآنكم، ارجعوا وتوبوا وعودوا إلى الله عز وجل، وإن أبواب التوبة مفتوحة لنا ولكم. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يرفع عنا هذا الوباء، وأن نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل أوبتنا وعودتنا وإنابتنا، آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله في لي ولكم في القرآن العظيم.